هل الجواع معرب ساسة وفزعة ضمات من عزوة اسهم المنايا أهل السيوف المرهفة سيوفهم تنطل جماجم تفرق ضلوع الفوات يوم المعارك والمصاب وإنما أحد يسعف فيها من العزة صفة البعد صار الراحة العظمى وصافحت الحياة ما عاد تجذبني حياتي والليالي معيفة صارت حياتي ما لها لذة وعايش في جهد ساهر الليل الطويل وكل الأرض مسقفة وجو الشتاء والليل زايد والصباح حط وعد وانا وناري ما بقى للضلعف النار احذفة وجو القصيد اللي ما يعرف لا سموم ولا معه جالة يعلق شهرته وقره دفى عيني على جذر الشعر واسمع يدي فوق الزنا درمي وحطم شهرته مرمي طرف ولا اشطفه العلم بين يا هجو سوى الفرح فاخر جمع بكره بحزامك والرفي قلبي هي كيف انصفه يا بندر محمد خذي للمرجلة درع سند كلمة نعم بعد اسمها المعروف دايم تردفه سيف شوق مقرعت تواد حي الرفيق يا ذكرت زال همي وانتفى واخوانه اسقران على الطوامن اسقران الهدى تمشي على درب الجدود وكل صعب تعسفه يا طال محمد ثوين شيخ اسمه بجدي ادم كرم الضيغان ما حسب وش اللي يصرفه جمت أفرق ضلوع الفواد يوم المعارك والمصاب والنمح دنيا يسعفه قبل التمدن والحضارة يومها سايف وجواد واسم البطن الذاعبين الناس كل يعرفه أسماء عظيمة لا تباد جبال لا يمكن تباد أسماء مكبرها الفعايل والفعول شارفه فيها من العزة صفة البعد صار الراحة العظمى وصافحت الحياة ما عاد تجذبني حياتي والليالي معيفة صارت حياتي ما لها لذة وعايش في جهد ساهر الليل الطويل وكل الأرض مسقفة وجو الشتاء والليل زايد والصباح حط وعد وانا وناري ما بقى للضلعف النار احذفة وجو القصيد اللي ما يعرف لا سموم معه جاله يعلق شهرته وقره دفى عيني على جذر الشعر واسمع يدي فوق الزنه درمي وحطم شهرته مرمي طرف ولا اشطفه العلم بين يا هجو سوى الفرح فاخر جمال ذكره بحزامك والرفيق قلبي هي كيف انصفه يا بندر محمد خذي للمرجله درع سند كلمه نعم بعد اسمها المعروف داي
شغل اسمه بعد ياد مكرر مضي وانا ما حسب وش اللي يصرف معلم مكافحة الله دام مثل الحكومة للفساد من طيب راس ما يحب العالم المستضعفة هذا الجوع معرض اساسه وفزعة الضماد من عزوة اسهم المناية للسيوف المرهفة اسيوفهم تطل جماجم تغرق ضلوع الفواد يوم المعارك والمصابي والنمح دري اسعفة قبل التمدد والحضارة يومها سيف وجواد واسم البطومة الذاعبة للناس كلن يعرفه اسمع